حكم وياكم. عندنا 6/4 الموجودة في بيج 131 صفحة 131، راح أرسل لكم الترجمة. هنا عندنا 4 أسئلة. 4 أسئلة يقول لك اختار answer questions about each advert. كل واحد describe Sarah play shirt. What is special about this washing powder؟ وماذا كان رأيها؟ فأنا سويت ترجمت لكم المقطع الموجود بصفحة 131 اللي رقمه 6/4، راح أدزلكم الترجمة على أساسه تجاوبون هذه الأسئلة. هاي الأسئلة تعتمد على شنو؟ أهم شيء عندي تحذفون أداة الاستفهام إذا عندنا do does did، تعرفون شو تسوون للفعل وتكملون الجملة حسب المقطع اللي راح أدزلكم إياه والكتابة الموجودة. نجي على page 60 صفحة 60، نجي على تمرين 3. هذا التمرين مهم. Complete the sentences with one of the words in correct form. بواحدة من الكلمات بالصيغة الصحيحة. Read the sentences aloud. اقرأ الأجوبة بصوت عالي. Scotland imports a lot of its food from other countries. Its exports. يعني أغلب منتجات اسكتلندا هي شنو؟ البضائع مالتها هي للتصدير. Include oil, electronics, and financial services. وأيضا أدوات. زين. هنا عندنا I am very pleased with my English. I am making a lot of progress. أحرز تقدم في هذه. أنا حليت لكم التمارين موجودة أيضا في صفحة 131. ننتقل، هذا نترك التمارينات إلى الاطلاع. عندنا هذا التمرين كلش مهم. 3. Answer the question using the word in the exercises. اختار الكلمات الموجودة في التمرين. شوفوا هنا أنا. What's another name of the domestan? A refuse collector. A refuse collector. هذا شيء يسموه مرادفات. هذا التمرين كلش مهم. شنو معنى الكلمة هذه؟ A refuse collector. شنو معنى UFO؟ Identifying the flying object. مواد مخصصة للطيران أو ل بضائع الطيران. أوكي، فهذا أيضا هو حل. هذا التمرين موجود كله، حليت لكم إياه. هنا ننتقل إلى صفحة page 61. هذا فقط للإطلاع، هذا محادثة، ويقول لك يعني لازم تغلق هذه الكلمات الموجودة باللون الأزرق وتحاول أنت تتذكرها وتجاوب عليها. وهذه هنا عندنا قطعة يعني فقط للإطلاع. فأني لهنا أنهيت وياكم مادة الفصل السادس.